السلام عليكم. مريت من صوب الصناعية وتذكرت سالفة، بس أرجوكم لا تمسكونها علي. السالفة قديمة وإن شاء الله أنها يعني تضحككم، يعني بما أن احنا الحين صبح ما لا داعي أقول لكم جريمة، يعني بقول لكم قصة شوي مضحكة. المهم الكلام هذا في التسعينات، أنا كان عمري تقريبا 18 سنة وسيارة تعرفون جديدة وشباب صغير وأتمشى كاشخ ورايح صوب البحر في السالمية، وكان الوقت ظهر يعني عز الصيف وحر، الواحد ما ينزل من السيارة. المهم وأنا ماشي يعني على طريق والشارع الثاني، سمعت صوت انفجار، يعني نفس صوت التاير السيارة أو الإطار هذا انفجر كذي فجأة. التفت ولا السيارة نوع كدلك، لكن ما هو كدلك القديم، لا كدلك التسعينات هذا اللي صاير صغير شوي، ولا فيه بنت. طبعا البنت يعني أنا قلت يعني حرام بنية وكذا، خلني أساعدها وشباب بعافيتك وكذا، قدم مساعدة وكانت النية سليمة ترى. يعني المهم ولف وارجع لها مرة ثانية، ولا هالبنت هذه شامية، أنا ما أدري والله ما أنا متذكر وما كنت أميز بين إذا كانت لبنانية سورية أردنية فلسطينية، يعني أهل الشام إحنا عندنا أول ترى بين بينكم ما نفرق كثير، يعني أهل الشام كلهم بالنسبة لنا واحد، بس البنت مبين يعني شامية، بنت شقرة وشعر وكذا. وأيامها بالتسعينات ترى يعني قليل جدا تشوف بنت تسوق سيارة. المهم وأنا كنت يعني شباب ومفرفح زين، وقفت، انزلت البنت وقالت لي عندك موبايل تليفون؟ انا كان عندي تليفون يعني، ونادر واحد حصل عنده نقال يعني ايامها، لان كانت المكالمات نار يعني، مصروف اغلى من مصروف السياره يعني. المهم فقلت له ليش يعني عندك سبير؟ قالت لي شنو سبير؟ قلت له عندك تاير اضافي بال؟ قالت لا ما في سياره، انا ما شفت فيها اطار اضافي. انا عرفت انها ما تعرف بالسياره كثير يعني، قلت لا موجود الاطار موجود في اللي هو صندوق السياره الخلفي، لكن يكون تحت الفرش، البنات اكيد ما يعرفون. فقلت لها لو سمحتي بس افتحي لي صندوق السياره. فتحت صندوق سيارة وفتحت لها الفرش، شافت فيه إطار سيارة جديدة يعني. فقلت لها ليش تبي الموبايل يعني، تبي تتصلين على أحد؟ قالت إيه بتصل على خي على بي. قلت ليش ليش أنا بدلك إياه. تعرفون الشباب إذا شاف بنت يصير سوبرمان يعني، وترى الكلام هذا أنا عمري 18 سنة ها، فلا أحد يأخذ علي. فقلت ليش أنا بدلك السبير السيارة يعني. قالت بتعرف يعني، يعطيك العافية. المهم يا جماعة أنا كنت بقمة يعني الكشخة، لابس هالتيشيرت وهالبنطرون وحركات زين، لكن خلاص الحين تعرف بنت محتاجة لمساعدة، وانت شباب ودائما الشاب يفرض يعني يبين للبنت انه يعني ما شاء الله قوي يعني، ويقوم لكم ابو طلال ويشيل السبير شيل. انا من كثر الحماس كنت احضن السبير يعني، تار كنت احضنه يعني، ما كان
ما كان يعني مهتم باللبس يعني. المهم وتعرفون متخيل يعني ان يعني لازم بيني تعبان يعني يكون في شوي سواد على التيشيرت وعلى خدي وعلى ايدي يعني اني تعبت يعني بذلت مجهود. مالكم بالطويلة وعلى طول ويقوم بطلال ويرفع السيارة بهالجيك العفريتة هذه ويفك البراغي ويطلع التاير القديم ويحطه في الصندوق ويجيب التاير الجديد الإطار الجديد وقعد أركب فيه وجو نار. يعني تعرفون الإطار يكون كذلك حار لأن يعني الرنج حار هذا اللي هو المعدن والجو أصلا يخليك يعني يعني بتشرشر من الماء. وأنا شنو أقول لها يعني لا خليك أنت مرتاحة في السيارة والسيارة شغالة والماكينة يعني كذلك تبث هواء حار. هذا كله أصلا يعني كان بردا وسلاما بالنسبة لي. المهم استغفر الله يا ربي. المهم وأنا أقعد أركب التاير وأمسك البرغي البرغي هذا تعرفون برغي والله العظيم أصابعي قامت تولع نار من الحرارة من الجو. وجو الكويت أنتم عارفين يعني جو الحر عندنا شيء لا يطاق يعني. لكن ما كنت أشعر في هالموضوع هذا. ركبت أول برغي ثاني واحد ثالث الصامولة هذه وتوني قاعد أشد في البراغي الصواميل. يا جماعة أنا كنت في قمة التعب لكن ما أقدر أبين حق البنت وهي يعني مسكينة يعني كل شوي نازلة توقف فوق راسي يعني وش تقول لي. شو يعني شو مهضوم شو أبضاي. تذكرت سافت سعيدان وعليان اللي بطاش مطاش يوم راحوا حق صاحبهم الشامي اسمه مصطفى طقوا عليه الباب كان تطلع أخته ويتخرفونون سعيدان وعليان في طاش مطاش. فكنت نفس النظام كذي شو مهضوم شو أبضاي لما تشوفني أرفع السبير التار كذي ولا هامني. وأحط لك البراغي وقعد الشد أول صامولة هذه والثاني والثالث باقي برغيين ثلاثة بس وتخلص المهمة. يا جماعة ويحصل شيء اللي ما كان متوقع. وقف وراي يعني بسيارة شخص ولا يكلمني بالميكروفون طلعت هذه دورية شرطة سيارة الشرطة شي يقول لي. وأنا كنت في قمة الانشغال والمهمة الصعبة يقول لي خلاص يعطيك العافية خلاص خلاص حرك سيارتك وخلاص يعني هو شنو شبي يقول لي يعني خلاص اترك كل شيء وحرك سيارتك يعني مالك شغل أنا أتصرف. هو قصد هذا اللي هو العسكري مال المرور. وأنا التفت عليه يا جماعة الحين صار لي حين ساعة أبدل وأشيل وأحط والبنت تقول لي أبضاي ويوم جيت خلصت الحين بس بشد على البراغي تقول لي خلاص امش. قلت والله لو يشفط. المهم وطنش أنا أبكمل خلاص ما بقى. هو شافني مطنش وينزل قال لو سمحت خلاص خل كل شيء انا اخلص. يقول لي قلت شنو تخلص انت خلاص ترى ما بقى شيء يعني توك جاي يعني خلاص. لا دقيقه بس قوم خلاص مالك شغل خلاص حرك سيارتك انت معطل السير. شنو معطل السير انا واقف ورا السياره اللي متعطله هذا مسويه البنشر يعني شلون مسكر السير؟ أو شيطان بعد الشرطي انت فهموها عاد يبي يصرفني. انا قلت لا والله ما تحرك
والبنت فهمت السالفة أن هذاك يبي يصرفني وأنا أبي أنجز المهمة. قلت والله ماني قايم وحط البرغي اللي بعدها، لو سمحت أقول لك قوم. قلت له يا حبيبي أنت إيش فيك؟ انتظر شوي خلاص. الله يلعن الشيطان والله. المهم شافني إني أنا ماني راد عليه، شو يقول لي؟ يقول لي عطني الليسن والدفتر. قلت له زين لحظة اهدى شوي واسكر البرغي الأخير وكذا واشد عليهم وانزل السيارة واحط لها أغراضها في صندوق واقول له لو سمحت ركب السيارة. ركب سيارتك خلاص، توكل على الله توكل على الله. طبعا هني العسكري هذا صار فيه لأني كأني فشلته يعني، أو ما خليته على هواه، هو بعد نحيس يعني. يعني انت شايف واحد مسكين ومبدل وخالص وكذا وشباب وصغير، خله خلاص دم منه يعني، معطل السير تستعبط. شلون مش عطل السير؟ انا لا معطل. هو اللي عطل السير، هو الدورية وقفت نص الشارع. البنت قلت له خلاص روح توكل على الله. المهم مشيت، هو شنو مسك فيني قال لي تعال ليش ما تسمع الكلام؟ طبعا اكبر مني انا، عمري 18 هو عمره تقريبا العشرينات 27. قلت الحين لو انك جاي من اول اقول مو مشكله، لكن لما تعبت انا واحترقت ايدي وتوسخت ملابسي وجيت على اخر شيء تقول لي قوم توكل على الله؟ كان يقول لي عطني الليسن والدفتر. المهم اعطيه الليسن والدفتر ويسحبني للمركز، وهذا يعني رادد رجل الأمن. قلت يا جماعة لا رادته ولا شيء، الموضوع كذا 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 كذا. حتى الضباط اللي رحنا عندهم في المركز اللي هو أعتقد إدارتهم مات المرور قعدوا يضحكون على السالفة، يقولوا له خلاص يعني الولد يعني مسوي كل شيء، ليش تقول له امش يعني خله يخلص يا ليش تخرب على الولد؟ قلت له يا جماعة والله أنا مو قصدي شيء ولا أبي من البنت شيء، لكن يعني كسر فيني. البنت صار لها ساعة تقول لي أبضاي وأبضاي، والحبيب يقول لي توكل على الله. المهم أقوم بالطويلة، عطاني مخالفة وخذيت الليسن ورجعت البيت، بدلت ما أدري رجعت نمت ما إيش صار. ولا اليوم والله وأتذكر سالفة وأقعد أضحك. طبعا هذا أول يعني مو الحين. الله يسعد صباحكم، وهذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.